السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويتجدد لقائنا في شرح مواقع الذكاء الاصطناعي. النهاردة جايين نتكلم على موقع جميل بيستخدم لتوليد الصور الصناعية. في الحقيقة يعني أنا هفتح مع حضراتكم هو الموقع اسمه فلوكس، تمام؟ في إصدارات كتيرة وفي أكتر من يعني موقع خاص بالقصة دي، حاول أجربهم مع حضراتكم إن شاء الله. في الأول ده يعني زي رابط اهو هيولد لك الموقع دول، من خلال الموديل الخاصة بيها تقدر تعمل عملية ايه توليد للصور بطريقة مجانية، لكن هو في الحقيقة بيدينا حوالي 10 كريدت. انت ممكن تجرب وتشوف، لو عجبك تقدر تعمل عملية توليد او اشتراك مثلا لو عجبك انتاج الصور داخل هذا الموقع. ببساطة خالص ده الموقع هتخش عليه، الرابط اهو، بتكتب هنا البرومت اللي انت عايزه. مثلا عايز اقول له مثلا ان هو يولد لنا مثلا موقع، طبعا كل ما كان بالانجليزي بيكون افضل يعني، تمام؟ فمثلا اقول له عايز مثلا وندرفول، نكتب هو وندرفول موسك فور مسلم بيبول، ونشوف هيولد لنا ايه، تمام؟ هو عايز كلمة مسلم، ما فيش مشكلة. يبقى هنا هو ده في أكتر من موديل، ده الموديل الأول، الموديل الثاني، الموديل الثالث، الرابع، أنت جربه مع نفسك وشوف كده. وهنا النسبة اللي عندي بتاع الصور نسبة 1:1، الطول للعرض يعني، ولا عايزه إيه؟ وفي أكتر من حاجة للسيفتي، ومش هيهمنا القصص دي، او انت ممكن برضو تجرب القصص دي وتشوف ايه القصة. وهنا برضو انت عايز تولد كام صورة، تمام؟ انا طبعا متاح لي بس صورة دلوقتي لاني استخدمته قبل كده، فبتك على كلمة جينيريت ونشوف كده هيولد لنا ايه. بيقول لك ان انت تستخدم في بي ان تقريبا ومش قادر يولد الصور عشان الفي بي ان. خلاص ماشي، مفيش مشكلة، ده الموقع الاول. انا عندي بس مشكلة عشان الفي بي ان اللي بستخدمه، انت هتولده بهذه الطريقة هيشتغل معاك، تمام؟ الموقع التاني انا كنت مجهزه برضو تبعهم، يعني تبع فلاسك، هي اكتر من يعني اكتر من موديل. فانا استعرضت مع حضرتك الموديل الاول اهو، بدل ما اعمله على كذا فيديو هنخش على الموديل التاني اهو، والموقع التاني برضو تبع الفلاكس اهو. ببساطة خالص بتكتب هنا الموديل او البرومت اللي انت عايزه، برضو بكتب اهو، بكتب مثلا wonderful mosque for Muslim people، هناخدها برضو كوبي عشان هنحتاجها، وبتعمل على زرار run وتشوف هيولد لك صور عاملة ازاي، تمام؟ ده الموقع التاني اللي هو قدامكم زي ما حضراتكم شايفينه، شايفين الجمال؟ يعني حاجة عظمة عظمة عظمة. حضرتك هو بتتكي بقى على الأيقونة دي وتبدأ تشوف الإيه الصورة طالعة معاك إزاي. شوف الصورة عاملة إزاي، أنا هقرب عشان تشوف القصة والتفاصيل الإبداعية اللي موجودة في الصورة، يعني حاجة تنطق يعني، إن شاء الله حاجة جميلة جميلة يعني. ده الموقع التاني يا جماعة، جربوه، ومتاح لك تولد أكتر من صورة هنا، مفيش أي مشكلة إن شاء الله، وكله مجاني يعني. طيب نخش على الموديل التالت بتاعهم هو، انا كنت حافظ البرومت اهو، دخلته هنا، تمام؟ ده حاجة تانية تبع الفلاكس اي اي، وبيولد برضو صور، لقيته جميل يعني، برضو تقريبا متاح ان انت تولد 10 صور، انا كنت استخدمته في كذا حاجة. هنا برضو نفس الكلام، الريزوليوشن بتاع الصور، وفي كذا موديل خاصة بيهم، انت ابدأ يعني جرب وشوف اكتر من موديل، احنا شغالين على الموديل دول. بتتك بس بعد ما بتدخل البرومت هنا اللي انت عايز تعمله، وتتك على كلمة جينيريت، تمام؟ هنا بيقول لك هو انسفيشن كريدت، طبعا عشان انا استخدمته فبيقول لي طالب كريدت. انت متاح ليك ان انت تستخدمه زي ما قلنا، انا استنفذت ال10 لانه قلت لك استخدمته قبل كده كتير. فبتتكي على جينيريت، هتتولد الصورة هنا، هتتكي عليها، هتقدر تحملها بفضل الله عز وجل بطريقة مجانية يعني. ده كان باختصار كده الشرح بتاع البرنامج بتاع الفلاكس.
يعني انا عارف ان هو مش افضل شيء، لكن ان شاء الله لما تجربوا الموقع يعني هيعجبكم بامر الله، وتقدروا تستفيدوا من الخطط المجانية الموجودة في بعض المواقع دي. يعني ربنا ينفعنا واياكم بما علمنا ويزيدنا من علمه وفضله، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.